ما هو صندوق النفط؟ بعد حوالي 30 عاماً من اكتشاف النرويجي للنفط، بدأ المال عام 1996 بالتدفق على صندوق النفط. إنه يشبه صندوقاً مشتركاً كبيراً للتوفير. من يملك المال هو الشعب النرويجي، ومن يرعاه هو نورجس بنك. بهذا المال تشتري النرويج الأسهم في شركات من كل أنحاء العالم. للنرويجي هدفان من صندوق التوفير: الأول، ضمان أن يستخدم مال النفط والغاز بالشكل الصحيح، والثاني، تأمين مستقبل آمن للاقتصاد النرويجي. كان نمو الصندوق أشبه بالحلم، فمنذ إنشاء الصندوق قبل 22 عاماً كان ينمو أكثر فأكثر فأكثر. المال مهم للنرويج، وهو ما يجعل العيش في هذا البلد آمناً. لكن ينبغي ألا نستفيد من الصندوق جيداً الآن فحسب، بل ينبغي أن ينتفع منه أولادك وأحفادك. لذا كانت القاعدة أن يتم استخدام جزء صغير منه كل سنة. على هذا النحو يستمر الصندوق بالنمو، وسوف نرى كم يصبح حجم الصندوق. فقط خلال عمل هذا التقرير ازداد 3 مليار كرون.